خليني ارجع معاكي. العلم بيقول لك ايه؟ الخوف ده شعور طبيعي غريزي مولود معانا، لان البني ادم لما بدا في بدايه البشريه اصلا كانت الحياه كلها محيطه بالمخاطر، وخلاه دايما في حاله حذر وقلق من كل حاجه حواليه. حلو كده، عشان يقدر تو سرفايف، يكمل في الحياه اللي كلها مخاطر. انت عايزه تقولي ان الخوف هو اللي حمى البشريه؟ طبعا، او هو اللي خلى الانسان يقدر يكمل، هو كان ممكن يرمي نفسه في النار. تطور الانسان جدا، لكن شعور الخوف ده، العلم بيقول لك كده، شعور الخوف الغريزي لم يتراجع في عقل الانسان بالتراجع المطلوب مع نمو وتطوره الفظيع، لان الانسان فضل يتطور بالراحه وبعدين عمل جامبس سريعه. صحيح. جدا في البشريه. صحيح. الجامبس السريعه دي كل حاجه سهلت حياته، بعدته عن المخاطر. كان من المفترض ان احساس الخوف احساس يتراجع. ملحقش يتراجع ليه بقى؟ لان في حاجات بتاخد فيسيولوجيا وجينيا مئات السنين عشان تتراجع في اذهاننا وفي مخنا وفي تركيبتنا الجسمانيه. اوكي، الخوف من الاحاسيس اللي لسه ما تراجعتش التراجع المطلوب. فيحصل ايه بقى؟ يحصل انك تبقي قاعده في البيت، لان العقل متعود البروسس يبقى فيه خوف، فيبدا العقل يطلع لك فكره تخوفك، مع ان هي مش مفروض تخوفك. بس انت هنا بتكلميني عن الناس الطبيعيين، على فكره مش بكلمك على الناس اللي عندها. الناس الطبيعيين ما بيطلع لهمش فكره تخوفهم؟ لا، بيطلع لهم، بيطلع لك فكره مثلا ممكن تقلقك. هي في الحقيقه في كتاب اسمه The Power of Now، هكمل لك بقى فكره. كتاب The Power of Now ده بيقول لك ايه؟ بيقول لك ان انت مخك دايما بينططك للمستقبل. صحيح. او للماضي. صحيح. عشان يقلقك من حاجات فاتت او حاجات جايه. صحيح. ليه؟ لان احساس الخوف الغريزي القوي ده العقل لازم يستخدمه طول الوقت، لانه جزء من تركيبه، فدايما بيطلعك لقدام او لورا عشان يخلق لك حاله من القلق اللي هي غريزيه في الاساس. عشان كده الخوف، الطفل، هشرح لك حاجه تاكد لك الفكره، الطفل بيخاف من الضلمه قبل ما يعرف يعني ايه ضلمه. هو اول ما بيبدا يكبر شويه ويبقى بيتحرك لوحده وبيروح وبيبعد عن الام، بيبدا احساس الخوف يظهر جواه من غير ما يكون في عامل مهدد.